Thanks so much, and a big welcome to everyone. Thank you so much for مرحبا، joining شكرا me. جزيلا، شكرا جزيلا لانضمامكم لجلسة اليوم. إنه من دواعي سروري أن أكون ميسرة لهذا الحديث لمتابعة الحماية في حالات أوقات الانتقالات بناء نعمل في مع الكثير من الجهات الأخرى مثل المجلس النرويجي للاجئين، وسأتوقف لبضع دقائق لأخبركم ما الذي سنتحدث عنه. ما هو الانتقالات في التنسيق في حالات الحماية؟ فما هذا يعني هذا بالنسبة لتجمع الحماية؟ هذا يعني بأن معظم هذا التجمع يتم تفعيله تحت مظلة اللجنة القائمة التي تعمل. هذه الانتقالات هي من خلال الانتقال من خلال التجمعات في بعض البنى، وما هي المراحل لمراحل هذه التثبيط؟ هذا ما هو مكتوب على الورق، ولكن في الحقيقة فإننا نعرف بأن التجمع والانتقالات والتفعيلات أو التثبيطات يمكن أن تكون لها أشكال مختلفة، مثل التثبيطات أو التفعيلات تفعيل التنسيق الإنساني من خلال التجمع الحماية. وهناك هذا المركز على المناطق الريفية أو المراكز المدنية، وهناك انتقال من خلال التركيز على المجالات الإنسانية، أو هناك هذا الانتقال من خلال التحول من خلال الاستجابة الدولية، وأيضا وهو التحولات ما بين هذه القطاعات أو التجمعات. وهناك أيضا بعض التحولات بشكل مختصر خلال أوقات قصيرة أو محدودة، وأيضا الأمور التي تحصل على مدى زمن أطول. أعرف بأن الموضوع أساسا معقد كفاية، وهناك الكثير من الدوافع التي تدفعه الإنسانية. فهناك في السيناريو المثالي فهذا الانتقال يحدث بسبب التحديثات أو التطورات، وأن كل التطورات وهي موجودة وتساعد في هذا الانتقال من حيث التقدم. ولكن التفاعلات أو هذه الانتقالات أو التحولات ممكن أن تحصل لسبب أخرى، بسبب التمويل الموجه للمجال الإنساني أو لأسباب سياسية خارج سيطرة منظومة العمل الإنساني. وأيضا هناك محادثة مستمرة ونقاش مستمر فيما إذا كان كنظام يجب أن نقوم بطريقة استباقية بتفعيل هذه الانتقال للمساعدة بتركيز الاستجابة الدولية. ولأقولها أنها الانتقال من الاستجابة للعمل بالمجال الإنساني إلى العمل بالمجال السياسي. ولكن ما نراه أنه خلال كل هذه الأنماط من التحولات أو الانتقالات، بسبب كل هذه الدوافع لهذه الانتقالات، ولكن هناك هذا المسيطر الاقتصادي، حيث أن لدينا هذا الرابط أو هذا الحد المالي والاقتصادي. فدائما نحن نعمل في سياقات يتم توصيفها باستجابة طارئة، لذلك يجب أن نكون دائما مستعدين لهذه التحولات وهذه الانتقالات، ودائما نواجه هذا في الواقع، حيث نستطيع أن نتعلم من التحولات الماضية والتثبيطات الماضية، وأيضا من السياقات الحالية للعمل على خطوات تقود إلى تحولات وانتقالات ناجحة في المستقبل، سواء من حيث تفعيل بعض الأنشطة أو تثبيط وتوقيف بعض الأنشطة الأخرى. ما رأيناه أنه في كثير من السياقات التي نعرفها بأنها تمر بمراحل متعددة وعمليات متعددة، سواء كان هذا من خلال المجموعات الإنسانية الكثيرة التي تعمل على الشمولية أو مواجهة المخاطر الإنسانية، أو عندما يكون هناك بعض المشاكل الأمنية ويمكن أن تتم مواجهتها في المرحلة ما بعد الانتقالية. لذلك يمكن أن يكون هناك خطط لمعرفة كيف نستطيع أن نتعامل مع موضوع الحماية ونتعامل مع مخاطر الحماية في هذه السيناريوهات. وإنه من المهم بالنسبة للعمل في مجال الحماية حتى بعد العملية الانتقالية في التجمعات،
الجامعات، هناك الكثير من العاملين الفاعلين الدوليين والفاعلين المنظماتيين. حتى ما بعد هذه الانتقالات فإننا سنتابع بهذا العمل، والأشخاص الذين ما يزالون يعملون على الأرض هناك لديهم هذه الالتزامات والاهتمام بتطبيق القانون الإنساني الدولي و بعمليات بناء السلام. وهذه الانتقالات لا تعني أبدا بتقويض عملية الحماية، لذلك بإدراك بأن التعقيدات المرافقة لهذه الانتقالات يجب أن نتأكد بأنه كيف يمكن أن تتم ضمان استمرارية تقديم الحماية. هذه النقطة التي سنناقشها اليوم، وسأسمع من خبراء في هذا الصدد وهم قد عملوا في مختلف الاتجاهات ومع مختلف الجهات للعمل، لندعمكم جميعا لتروا كيف يمكن أن يدعمكم هذا في سياقاتكم المختلفة. وبالطبع يجب أن نأخذ بعض الملاحظات العملية من هذا النقاش الفعلي بالنسبة لنا في التجمع العالمي للحماية، لنعرف أيضا مزيدا من تجاربكم وخبراتكم وكيف نستطيع تطبيقها في سياقاتنا المختلفة. لنبدأ بتعريف المتحدثين اليوم الرائعين، لنبدأ بالانتقال أو إعطاء إجابات مهمة بخصوص السلام والانتقالات. اسمحوا لي بداية أن أقدم ماثيو كراستيك الذي يعمل في منظمة غير حكومية في ليبيا، والذين يعملون على مجال المرحلة الانتقالية في ليبيا. ولدينا أيضا منسقة التجمع الحماية تولي ماسوري والتي تعمل على هذا الموضوع، أهلا بك. ولدينا كريس كريستوف ريلتيان والذي هو رئيس اللجنة في العراق والذي يعمل على موضوع التجمعات الحماية. ولدينا ساشا غالكين والذي يعمل أيضا في أوكرانيا مع تجمع الحماية. وأيضا ولدينا أيضا المتحدثة رينا في اللجنة الفلبينية التي تعمل أيضا في تجمع الحماية، أهلا بك معنا. بداية اسمحوا لي أن أنتقل إلى ماثيو. ماثيو، في عملكم في ليبيا بخصوص تعطيل تجمع الحماية في عام 2022 وبالتعاون مع تجمع الحماية العالمي، هل تستطيع إخبارنا أكثر عن عمليات الانتقالية هذه بشكل عام؟ كيف يستطيع التعامل مع الحماية بخصوص الحكومة وصياغة هذه العلاقة مع الحكومة؟ أجل، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا للجميع لهذه الدعوة. كما تعرفون بأن هذه المنظمة التي أعمل عليها هي منظمة غير حكومية، ولذلك تعتبر كطرف ثالث أيضا، ونعرف بأن هناك الكثير من المنظمات العاملة في ليبيا. لذلك حاليا نرى بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية في سياق من مرحلة بناء السلام، والتي تغير كيف المنظمات غير الحكومية تعمل وطريقة استجابتها لموضوع الحماية. فهذا الانتقال خاصة بخصوص التنسيق مع في مجال الحماية، فهناك تنسيق نمطي بخصوص تجمع الحماية، ولكن قبل 2022 كانت الأمم المتحدة تتحدث عن هذه المرحلة الانتقالية بخصوص في مجال العمل الإنساني. وعندما بنينا هذه البنية من أجل الـ NGOs المنظمات غير الحكومية، فكان هناك هذا الاعتماد على إطار العمل، حيث كان هناك اتفاق بين الأمم المتحدة وبين نكسس الانتقالات في نكسس. هذه المجموعتين الأساسيتان المنظمات الأساسيتان كانوا من أجل تنسيقهم كان
يجب أن يضعوا حلولا مستدامة، وبالطبق هذا هذا الحل كان يجب أن يكون مناسبا للليبيين، وأيضا كان يجب أن يكون هناك إدارة لموضوع الهجرة. لذلك فهم هذا النوع من المقاربة بخصوص المرحلة الانتقالية للنكسس فهي نوع من الدمج مع أكثر من بنية ووضعها في أكثر مكان حيث يحصل التنسيق في أكثر من مفصل، وبهذا فتكون من تجمع الحماية هو أول هو أحد أوائل الأطراف الفاعلة أو العاملة في المرحلة الانتقالية. كيف تعمل هذه المنظمات؟ هي أنها تستمر في قيادة العمل الإنساني في مجال الحماية مع التعاون السابق مع دي ار سي ومع التجمع الحماية. فكان هناك هذه الطريقة التي قمنا بها بالتنسيق، ما قامت به الكونغو هي أنه كان هناك الكثير من المنظمات الكثير من التنسيقات والتواصلات مع الأطراف المعنية والعاملة في هذا الإطار. خلال الفعالية التي أقمناها في ليبيا، كانت ليبيا تواجه أزمة إنسانية، لذلك الكثير من الجهات والوكالات شعرت بأن هناك حاجة للتركيز على موضوع الحماية. لذلك كان هناك استمرار للتنسيق مع ليبيا وأن تكون موجهة لخلق مكان آمن من أجل عقد هذه المحادثات والنقاشات، وهذا شمل الكثير من المنظمات الغير حكومية، حيث أن أي منظمة تستطيع الانضمام والمشاركة، فلأن هناك حاجة أكبر للحماية في ليبيا. فلذلك كان نوع من متابعة هذا الهدف وتحقيقه، فخصوص مجموعة الحماية الانتقالية في خلال الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، في هذه المجموعة التي انتهى عملها في آذار السنة الماضية، لذلك إنها حوالي 5 أشهر، أو أن فهمي بأن الهدف كان هو تنظيم هذه المجموعة وهو أيضا تقديم توصيات بكيف يمكن للتنسيق الحماية أن يكون لديه بنية. فكما ذكرت سابقا، كيف يكون التنسيق الحماية بين مجموعات وكيف يمكن وضعه ببنية أكبر وأوسع، كل هذه الوجه الاتجاهات لهذه المجموعات المختلفة أو الوكالات تستطيع أن تفعل أو تستعمل هذا التنسيق. ووجدنا أيضا بأن الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية إنها بحاجة لمساحة لمتابعة هذا التنسيق في مجال الحماية. لذلك قمنا بهذا الاستبيان الذي شمل الوكالات الأممية والـ NGOs، فوجدنا بأن 90% ممن أجابوا على هذا الاستبيان كرسوا بأنهم ما يزالون يحتاجون لهذا التنسيق في مجال الحماية. لذلك بالاستجابة مجددا، فإن الأمم المتحدة وضعت ما تدعوه بالبرنامج الحماية، فلدينا هذه المجموعة أو لجنة الحماية المؤقتة، وأعتقد بأن قطعنا شوطا أكثر من نصف الطريق بحلول 2023. وبمجال تقديم هذا التنسيق وتقديم تقرير عن التنسيق الذي تم في ليبيا في عام 2023 والذي تم تقديمه في نهاية ذلك العام، في النهاية ما كان يحصل أنه في نهاية شهر آذار هذه السنة، فإن برنامج الحماية الذي قدم هذا التقرير في DRC قدم توصية مجددا بأن مجموعة الحماية التنسيقية ما يزال هناك حاجة لها. لذلك ما نزال بحاجة لهذه المجموعة، فريق التنسيق هذا، وبالطبع هذه البنية التي نحتاجها وهي مرتبطة بليبيا وهي مرتبطة بمجموعة أو فريق التنسيق هذا. لذلك ما الذي يخبرنا به هذا التقرير؟ بأن معظم حاجات التنسيق في ليبيا هو لغير الليبيين أو لمن يقدمون طلبات لجوء في ليبيا. فكما ذكرت أن أحد فإن أن فهناك اختلاف بين النازحين وبين المهاجرين، وبناء على هذا التقرير كان هناك لماذا لا نضع مجموعة
مجموعات صغيرة أو ثانوية لتنسق بين هذه الأطراف وبين النازحين بين اللاجئين، وبالتالي فكان هناك اتفاق على خلق أو وضع هذه المجموعات الصغيرة. وفي تقريبا نهاية العام الماضي كان هناك أزمات وكوارث حصلت في ليبيا والتي أثرت على وسط التنسيق في مجال الحماية. فالإعصار الذي حصل في ليبيا والذي جعل آليات الاستجابة إنسانية قائمة على البنى الإنسانية أكثر، وبالطبع هذا جعل الكثير من قوى الحماية تنتقل للعمل الإنساني. ولكن في تلك المرحلة حقيقة في هذا العام حوالي شهر نيسان أبريل أو حتى شهر 6، فإن فريق التنسيق كان يركز أكثر على اللاجئين، والآن لدينا استجابة للاجئين التي يتم قيادتها من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهناك أيضا بعض الشؤون القائمة التي تتعامل معها ليبيا من قبل الدي آر سي. لذلك فإنه هذا ما يحصل في سياق ليبي بخصوص استجابة الليبية. أعتقد بأنها قد تكون أكثر فعالة لنقاشاتنا مع الـ NGOs ومع الأمم المتحدة من لتقود المرحلة الانتقالية لتصبح هذه الـ NGOs تعرف كيف يمكن أن تبدو المرحلة الانتقالية وما هي الجوانب الأخرى المختلفة للتنسيق في المجال الحماية. لذلك أعرف بأنه الأمر معقد نوعا ما، ولكن هكذا مشت الأمور من التجمع الحماية إلى المجموعات أو فريق التنسيق المؤقت، ثم إلى الـ NGOs، ثم إلى التنسيق، ثم إلى المجموعات الصغيرة التي عملت بخصوص اللاجئين. أتمنى أنني أجبت على سؤالك. شكرا جزيلا ماثيو، أعتقد أنه أعطيتنا صورة واضحة عن الصورة الأكبر لما يحدث في ليبيا وما هي العملية وكيف تمضي الأمور وكيف يحصل التنسيق. وأعتقد بأننا سنعود لك مجددا من أجل الأسئلة في هذه الجلسة، ومن هنا أعتقد بأنني سأنتقل تولي لك. نعرف ما الذي يحصل، بأنه أحيانا تقريبا في نفس الوقت في عام 2022 كانت الخطة الانتقالية في ليبيا توضع، للمرحلة الانتقالية توضع في ليبيا، وكان هناك الكثير من الأمور التي تحصل. لذلك أريد أن أستمع منك عن تجربتك، عن كيف كانت، ما هي التحديات التي واجهت الحماية والمرحلة الانتقالية ومرحلة التخطيط وعملية التخطيط للمرحلة الانتقالية، وما كانت هي خططكم، وما هي مقاربتكم لضمان بأن عملية الحماية لا تتأثر بهذه شكرا الخطة؟ على هذا السؤال، أمل أن تسمعونني جيدا. في الواقع نعم، سوف أعطيكم صورة عن الوضع في العراق. منذ يناير كانون الثاني 2022 كنا متقدمين في ليبيا، أما الاحتياجات الإنسانية في العراق فقد تحولت، حيث أن كان هنالك 11 مليون شخص بحاجة للمساعدة في العام 2017 إلى 1.5 مليون الشخص في العام 2022. وأعتقد أنه في نهاية الحال كان ذلك قرارا سياسيا اتخذ من قبل تنسيق العمل الإنساني، وقد تم اتخاذ قرار إنهاء كتلة المساعدة بنهاية العام، والحجة كانت أن الاحتياجات لم تعد إنسانية وإنما تنمية، احتياجات التنمية. وفي الوقت عينه إن العراق قد هو يتمتع من جديد باستقلاله المالي ولديه عائدات من النفط، وبالتالي هذا هو الوضع. إضافة إلى ذلك كان هنالك 80% من السكان، أي من 6 ملايين شخص قد نزحوا خلال داعش، قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية. إذن هذا هو الوضع أساسا. أما فيما يتعلق باهتمامات
الحماية، فكان التركيز على كتلة الحماية خلال العام والوصول إلى المستندات الشخصية والأوراق الثبوتية، وبالتالي ركزنا مع شركاء الحماية لكي نضمن وصول الأشخاص إلى وثائق ثبوتية والحرية، حرية التنقل وما إلى ذلك. إذن وبالتالي تأثرنا بكل ذلك ولم يكن لدينا إمكانية الوصول، وكان هنالك أيضا مجموعات من الأشخاص غير المتعلمين في المناطق النائية والذين كانوا ما زالوا يتعرضون للخطر. وما قمنا به في كتلة الحماية هو أننا حاولنا أن نبحث مع الأعضاء، بما ذلك منظمات غير حكومية دولية ومنظمات حكومية أخرى، لكي نرى ما الذي يمكن أن نفعله للمضي قدما. وكما قال الزملاء في ليبيا، كنا بحاجة لتحديد هيكلية تنسيق لكي تبقى فاعلة. وكما تعلمون، إن الـ UNSDCF ما زالت فاعلة، وهي هيكلية بقيادة الأمم المتحدة، وأردنا أن يكون هنالك هيكلية بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والوكالات الأممية لتعمل مع بعضها البعض، وأن يكون هنالك مركزية للمساعدة والحماية. ولذلك وضعنا ما سميناه منصة الحماية في بداية العام 2000، في نهاية العام 2022 بداية العام 2023، حيث بعد أن تم توقيف عمل كتل الحماية، وبالتالي كان هنالك الـ UNHCR والـ OHCR، إذا مكتب مفوض سامي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية. والهدف كان وضع منصة الحماية هذه وتنسيق عمل المناصرة، وأيضا للاهتمام بمواضيع الخطر، ولكي نحاول أيضا التنسيق على مستوى الحكومة لكي نعطي مجال الوصول للسكان. وكانت الفكرة أيضا أن نضع خطوط توجيهية شركاء التنمية، ولذلك أطلقنا هذه المنصة، منصة الحماية. وأعتقد أنه في البداية كان العمل جيدا جدا، وسوف أعطيكم بعض التحديثات عن الوضع الحالي التي حصلت عليها من الزملاء. ولكن ما تعلمناه من عملية توقف العمل هو أننا قمنا بمسح مع شركاء الحماية في نهاية عملية توقف عن العمل في نهاية العام 2022، وقد حدد الشركاء بعض النقاط التي تثير القلق، ومنها قدرة الحكومة والتمويل. مع أن الحكومة لديها تمويل لدعم مواطنيها، كان هنالك جهوزية محدودة للقيام بذلك والقيام بأنشطة الحماية. وأعتقد السبب لمتابعتنا في عمل منصة الحماية مع مكتب فوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم لشؤون اللاجئين هو أن الحكومة لم تكن جاهزة. وهنالك أيضا مسألة أخرى رأيناها مع عملية الانتقال، هو غياب المشورة للمنظمات الغير الحكومية المحلية والدولية، حيث أنها لم تكن تعرف أين تبحث عن التمويل. وبالتالي إن كتلة الحماية والهيكلية مرتبطة بالـ HRP، وإن عملية تقديم التقارير لهذه الكتلة كانت مرتبطة بالـ HRP، وأن مقاربة التمويل كانت أن الشركاء كانوا بحاجة لدعم هذه الكتلة للحصول على التمويل. ولكن
ولكن أعتقد أنه كان هنالك فجوة وغياب، غياب من ناحيتنا، غياب المشورة، وحيث ولا سيما عندما تتوقف الكتل عن العمل، وأين تذهب للحصول على التمويل. وبالنسبة للجي بي سي وغيرها لم يعرفوا أين يذهبوا للحصول على التمويل وتمويل التنمية. بالتالي هذا ما أردت أن أقوله، كان هنالك فجوة، وفي وكان ذلك خلال مرحلة الانتقال وأيضا مرحلة التوقف عن العمل. وبالتالي المقاربة الفضلى هي المقاربة التي يمكن أن تشمل معظم الأطراف، ومنها منظمات غير حكومية محلية ودولية. وأنا أعرف أنه كان هنالك هذا الشعور، ولا سيما من منظمات حكومية محلية ودولية، أن العملية قادتها الأمم المتحدة، وقد اتخذ القرار السياسي وكان القرار سياسيا. وأعتقد أنه علينا أن نفكر في هذا الوضع، لأنه عندما تبدأ عملية الاستجابة في حالات الطوارئ، وبعد العراق ذهبنا إلى ميانمار، وقد ذكرت ذلك، لأنه بعد حالات طوارئ علينا أن نفكر في العملية الانتقالية، وينبغي أن تكون كل هذه الأنشطة مستدامة وهذه الأعمال مستجابة. وكيف يمكن للمنظمات غير الحكومية المحلية أن تتمكن من الجلوس إلى طاولة اتخاذ القرار؟ لذلك ينبغي أن يتم اتخاذ كل ذلك في البداية وليس بعد انتهاء العمل أو التوقف عن العمل. لذلك هذا مهم جدا في الحالات الانتقالية، وهذا ما تعلمناه من العراق. وأعتقد أنني نفذ الوقت المخصص لدي، ولكن أود أن أعطيكم فكرة ما قمنا به في منصة الحماية. وكما ذكرت أنه في نهاية 2020 وبداية 2023 كانت هذه المنصة فعالة وزالت تعمل حتى اليوم بين الـ UNHCR والـ OHCR، ولكن لسوء الحظ ليس هنالك من مبادرات جديدة تطلقها الـ OHCR. ولكن بالنسبة للذين يعرفون عن عمل الـ UNSDCF، فهنالك الكثير من مجموعات العمل، وهنالك طلب من الوكالات الأممية أن يتم الربط بين الـ UNSDCF ومركزية الحماية. ولكن أعتقد أنه ما زال هنالك فجوة، ولم يتم ربط هذين العنصرين، وللأسف ما زالت هذه الفجوة موجودة. وبالتالي إن أطلقنا شيئا وقمنا بمشروع ما، ينبغي أن يكون مساعدا ومفيدا لأي هيكلية جديدة، لا تكون مرتبطة بالأعمال الإنسانية، أليس كذلك؟ ولكن إن موضوع حماية الأقليات، وأيضا اهتمامات المرتبطة بالحماية وأنشطة الحماية، ما زالت تتم وجارية. ولكن أود أن أذكر أن هذه المنصة لم تتمتع بالتمويل، وبالتالي علينا أن نفكر ماليا بهذا الموضوع، ولا سيما إن كنا نضع أي آلية جديدة بعد فض عمل كتل الحماية. وعلى الأقل إن لم يكن التمويل موجوداً، على الأقل لنوفر المشورة لهذه الكتل. شكراً جزيلاً تولو، أعتقد أن هذه النقاط مهمة جداً، وقد تحدثت أنه كيف يمكننا أن نتحضر لهذا النوع من العمليات الانتقالية، وكيف
سيمكن أن نشرك الجهات الفاعلة المحلية والوطنية. وأعتقد أيضا أن الموضوع قد ركزت على موضوع التمويل، وأريد أن أبقى مع العراق للحظة وأعود إلى كريستوف الذي كان على رأس هذا المكتب. ومن المهم أن نعرف أيضا من منظاركم، منظار الإيكو، عن هذه النقاشات التي كانت تحصل في على مستوى المانحين. إذا كيف تم إشراك الجهات المانحة، وما الذي تم مناقشته على مستوى العملية الانتقالية بشكل أوسع، وما هي الأبعاد المرتبطة بالتمويل والأبعاد الاستراتيجية؟ من شكرا. إذا طاب يومكم. سوف أحاول أن أتذكر قليلا السياق العميق الذي كنا نحن نعمل فيه كجهات مانحة إنسانية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، وكيف حاولنا أن نموقع نفسنا في وكنا في موقع غريب بعض الشيء، ولا سيما أن كانت الحالة قد طالت والحل لم يكن مثاليا كما كنا نرمي إليه، وكنا نتعامل مع حالات الضعف أو الاستضعاف الكبير والمجموعات الهشة، ولا سيما هؤلاء الأشخاص الذين تأثروا كثيرا خلال النزاع وخلال هجمات داعش، ولا سيما أن هؤلاء لم يعتمدوا على المساعدات الإنسانية أو أي مساعدات أخرى، وكانوا يعتمدون على شبكات مساعدات المجتمع والأسر والحمايات والعائلات. وأما فيما يتعلق بوقف عمل كتل الحماية، ما أثار اهتمامنا وقلقنا هو قرار الحكومة لإغلاق تلك المأوي والتي أنها كانت مراكز التجمعات التي كان تحمي هؤلاء الأشخاص، وفي هذه المخيمات اتخذت الحكومة قرار إقفال أو إغلاق المخيمات، وقد تواصلنا مع المفوضية السامية للأمم لشؤون اللاجئين ومكتب مفوض سامي لحقوق الإنسان وبعثة الاتحاد الأوروبي، وكان هنالك انفتاحا كبيرا، وقد تمت مطالبة الحكومة، وكان هنالك الكثير من الضغط على الحكومة، وقد كان ذلك مفيدا بالنسبة لنا، وتمكنا نحن أيضا أن نضغط على الحكومة من جهاتنا أيضا بالتعاون مع منظمات غير حكومية دولية. ويمكنني أن أقول أننا لم ننجح بالكامل، ولكننا في بعض الأماكن تمكنا من تأجيل هذا القرار وتمكنا من تقديم حلول بديلة لذلك. وبعد ذلك تركت العراق، ولا يمكنني أن أتحدث عن ما حصل بعد ذلك، ولكن لا أعتقد أننا نجحنا كثيرا في ذلك. وأعتقد أن هنالك الكثير من الأشخاص الذين كانوا في مخيمات اللاجئين ما زالوا يعيشون في الأماكن أو المخيمات العشوائية من حول المدينة المدن في العراق، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الحل كان ناجحا بالنسبة لهن. أريد أن أعود إلى ما ذكرته تولو وهي منصة الحماية. في الواقع إن الـ RCHC كانت تغلق كتل أو توقف عمل كتل المساعدة أو تقترح
نجاح إغلاقها، وكان وكنا نواجه في الوقت عينه مشكلة إغلاق المخيمات، وكنا نتواصل مع الـ UNHCR لنرى كيف يمكننا أن نجد حلا مؤقتا من خلال هذه المنصة أو نظاما لكي نجمع كل هذه المعلومات لنرى كيف يمكن أن نعالج هذه المشكلة، لأننا في الواقع لم نتمكن من حل مشكلة إغلاق هذا المخيم، ولكننا تمكنا من تقليل التداعيات بشكل أو بآخر. وهذه المنصة التي أنشئت للتنسيق بين المنظمات، وإيكو في ذلك الوقت مولت هذه المنصة، وقد كان عملها جاريا على ما يرام، ولكن اليوم لا أعرف أين وصل التمويل. وفي الواقع نحن نقدر ما قامت به هذه المنصة، وفي الواقع تمكنا من تقليل العواقب المرتبطة بإغلاق المخيمات، مخيمات النازحين. أما فيما يتعلق من وجهة نظر المانحين والتمويل، فإن المرحلة الانتقالية كانت غريبة، مرحلة غريبة بالنسبة لنا، لأننا كنا نقلص التمويل في تلك البلاد. لماذا؟ لأن تمويل التنمية كان يزداد بشكل سريع، لأن العراق هي دولة غنية وكان هنالك أموال كثيرة، والمشكلة كانت مشكلة الحوكمة، وكنا نناصر ونضغط على الحكومة لدعم المسائل الإنسانية، وكنا نطالب بذلك الحكومة. إلى ذلك كان ما نريد أن نضيفه إلى هذه الصورة هو أنه كنا في مرحلة ما بعد القضاء على داعش، واليوم إن المجتمع الإنساني والمانحون الإنسانيون ما زالوا غير مستعدين للخوض في عمل مماثل، حيث أن هنالك ما زالت آثار داعش موجودة، أي أن هنالك مجموعات قد تأثرت تأثرا كبيرا جراء داعش، ولم تكن المسألة متعلقة بالحماية، وإنما كان هنالك مسائل أخرى مختلفة، وهنالك مجتمعات كانت تعتبر مرتبطة بداعش، وأعتقد أن ذلك أيضا أن برنامج الحماية الذي أطلقناه في ذلك الوقت لم يعالج جذور المشكلة، وكان أعمق من برنامج حماية، وإنما كان مرتبطا بالأسر والمجتمعات والصدمات. وأنا لست أكيدا من أن ما قمنا به قد حل هذه المسائل، تمكنا بعض الشيء، وأنا أكيد أننا ساعدنا، ولكنني لست مقتنعا بما فيه الكفاية أن هذا النوع من الحلول هو من الحلول المستدامة للمجتمعات. وفي هذا السياق That was the most important and certainly the most efficient to deal with the الناحية الأهم والأكثر فعالة هي غياب التوثيق، وقد قررنا أن نكثف جهودنا في هذا المجال فقط لنظهر أن الأوراق الثبوتية البلاستيكية تمكن الأسر والأفراد
من الحصول على خدمات كثيرة، ويمكننا أن أقول أنني سعيد جدا بما قدمناه على مستوى الأوراق الثبوتية للمواطنين، إضافة إلى منصة الحماية، وهذا عمل كبير جدا قمنا به. وكان ذلك في وبما أنني أنا تركت العراق في 2023 أو بنهاية العام 2022، يمكنني أن أقول أن الهدف في العراق كان يركز أساسا على الحماية، ولكن في ظل هذه الحماية كان ما زال لدينا صعوبات مرتبطة بالحماية، ولا سيما مهام الحماية الموكلة إلينا. ولكن إن التوثيق المدني أو الأوراق الثبوتية كان أيضا في قلب عملنا وهدفنا، بما أن العراق هو بلد غني وأن النظام كان نظاما يعمل بالنسبة لنا، ولكن لا يمكننا أن نقول أننا قدمنا أي شيء لتلبية الاحتياجات، ولكن كان علينا أن نتراجع وأيضا نحاول أن نقوم بشيء، لأن الحكومة أيضا كان علينا أن نشرك الحكومة في عملية تقديم الأوراق الثبوتية للسكان، وبهذه الطريقة تمكنا من الانسحاب وأن ندفع الحكومة للقيام بواجبها. وهنا لا نتحدث فقط عن الأشخاص الموجودين في المخيمات الرسمية، ولكن حاولنا أيضا أن نشرك الحكومة لكي تبدأ بأخذ العينات البيومترية في المخيمات غير الرسمية، وبالتالي لكي تتحقق من البنوة والأبوة وما إلى ذلك، وهذا عمل الحكومة. وهنا وهذا ما قامت به أيضا وزارة العدالة والحماية. شكرا. شكرا جزيلا كريستوف، هذا فعلا مساعدا أعتقد لنعرف الكثير من التحديات والتقييدات مع هذا النوع في الانتقالات، حتى في سياقات كما ذكرت حكومة غنية وثرية، هناك الكثير من الظروف التي من شأنها أن تمكن هذه الانتقالات، ومع هذا فإن الأمر ليس بالسهل أعتقد. لذلك شكرا لإشارتك لهذه النقاط، وأعتقد أنه من المهم أيضا أن ننظر في الاهتمامات المهمة في الحماية في سياقات مثل العراق، وأخذ أمور الحماية في سياقات التي تعاني من الهشاشة والضعف. وأعتقد الآن نستطيع الانتقال إلى أوكرانيا، حيث بأننا لا نرى هذا التنسيق الرسمي بخصوص المرحلة الانتقالية، ولكن نرى بأنها تلعب دورا مهما في قيادة هذا التنسيق ووضع هذه الأسس من أجل عملية طويلة المدى للتنسيق في مجال الحماية. أعتقد بأنه تم مناقشة طويلة المدى طويلة في أوكرانيا بخصوص التنسيق والمرحلة الانتقالية على عدة مستويات، وكل هذا كان بطرق مختلفة مختلفة، وكان جزءا من عملية التفكير ساشا منظمتكم R2P ومهمتها في التنسيق في أوكرانيا. هل تستطيع أن تخبرنا المزيد عن هذا السياق التنسيق، وما الذي نستطيع تعلمه من تجربتكم في أوكرانيا؟ وأيضا إذا كنا نتطلع للمستقبل، ما الذي ستحتاجونه كعاملين في مجال الحماية، وما الذي تريدون لنرى تفعيلا أكثر لأنشطة هذا التجمع؟ شكرا كالين، لقد في الحقيقة ذكرت بعض النقاط المهمة التي كنت سأشرحها وأناقشها اليوم. شكرا جزيلا لإعطائي هذه الفرصة للتحدث اليوم. في الحقيقة إن في أوكرانيا هناك سياق معقد جدا، بمعنى في أنه لدينا ما زال حكومة قوية ومجتمع مدني قوي ومتطور،
وهناك أيضا حاجة كبيرة جدا للمساعدات الإنسانية بالتوازي، فإنه لدينا صلة، لنقول بأنها صلة مع حاجات التنمية على الأرض. وأحيانا نخلط بعض هذه الأمور، لذلك أحيانا يكون من الصعب أحيانا أن نفصل بين الأشخاص الذين يقدمون هذه المساعدات. لا نستطيع أن نميز فيما إذا كانت هذه المساعدات إنسانية أم كانت ذات صلة مع قطاع آخر أو تجمع آخر. فهناك فهناك مقاربة معقدة لمساعدة الناس في هذه البيئة المعقدة. لذلك أريد أن أبدأ ببعض أعطائكم نظرة عن العمل الحماية، العمل في مجال الحماية الذي بدأ في عام 2013، حيث كان هناك بعض المنظمات غير الحكومية الـ NGOs التي تعمل تحت مظلة واحدة، كانت تساعد الأشخاص المهجرين داخليا من أجل مساعدة أيضا اللاجئين. لقد كنا فاعلين بشكل أساسي في مجال الحماية، وبعد صرنا نعمل تحت مظلة تجمع الحماية. وفي عام 2022، حيث كان هناك اجتياح كبير وواسع المدى، كان هناك فرصة للتنسيق مع التجمع الحماية، ومثل هذا التنسيق تطور أعتقد في 2023 أعتقد، و أصبح رسميا في ظل التجمع العالمي للحماية. أعتقد على مدى 10 سنوات في مثل هذا السياق، واعتمادا على تجربتنا وخبرتنا، أريد أن أقول بعض الكلمات بخصوص المرحلات الانتقالية. أو في أوكرانيا لدينا مرحلة انتقالية محتملة، وكما ذكرت فكما لدينا حكومة قوية نوعا ما، ولدينا أيضا مجتمع مدني قوي، فإن الانتقال أعتقد بأن التجمع التنسيق التقليدي مع التجمع، طالما لدينا هذه الصلة على مدى بضعة سنوات، لذلك فإنه لدينا and development needs, so لدينا حاجات إنسانية وحاجات تنموية، وبالتالي فإنه على الأقل فإن تنسيق أقوى بين هذين الجناحين سيكون مطلوباً للمرحلة الانتقالية. وبخصوص الانتقال من التنسيق التقليدي مع التجمع إلى المؤشرات الأخرى والجهات الأخرى، فأعتقد أننا بحاجة لخطة للمرحلة الانتقالية، وحيث أن الـ NGOs المحلية والحكومة المحلية هنا عليهم أدوار مختلفة. فالـ NGOs لديهم الدور وهم غير ناضجين كفاية، ويجب أن يكون التنسيق الكافي والمناسب كما نراه في أوكرانيا، هو يكون بين الحكومة وبين المجتمع المدني المتطور والاحترافي. فأعتقد بأن هذا لا يعتمد فقط على المناطق المتطورة أو المناطق الحضرية، وأيضا على المناطق الريفية. فالاستجابة بخصوص هذا التنسيق في العام الماضي كانت في أوكرانيا بخصوص التجمع الحماية، وكانت بشكل أساسي لمساعدة النازحين واللاجئين. وبما أن الصراع مستمر ولكنه لم يقود إلى موجة جديدة من النزوح، فأعتقد بأن لم يكن هناك تغيير أو تحول بتركيز العمل في قطاع الحماية، ولكن بتحديد النقاط الأساسية أو الانتقالية التي كانت في هذه المرحلة الزمنية. فكنا في مجال الحماية نرى ما هي نقاط الاختلاف، أو أين يجب أن يتم توجيه هذه الجهود بالنسبة لأولئك الأكثر
أكثر تطورا، فإن الانتقال لم يكن ناجحا. فكان هناك اتفاق مع الحكومة للحفاظ على الاستقرار، ولكن في حال وجود خطة انتقالية بخصوص التجمعات، فهي من تحديد الجهات المقابلة أو النظيرة لها. فعلى سبيل المثال، عندما يكون هناك وزارة ويكون هناك سلطات محلية ويكون هناك، يجب أن يكون هناك تنسيق، ولكنه أحيانا توقف تطوير هذا التنسيق. لذلك فإن هذا الانتقال على صعيد التنسيق في القطاع أو في تجمع الحماية لم يكن مستداما. وبالطبع فإن هناك ما يزال هذه التخطيط من أجل المرحلة الانتقالية، ودور المجتمع المدني هو ما يزال يتضاعف ويزداد أهمية. لذلك يجب أن يكون هناك استعداد لمزيد من التنسيق. والآن من أجل خطوات عملية للعملية الانتقالية في أوكرانيا، فإنها محددة بحقيقة بأنه ما تزال الحكومة موجودة وهي قوية، وأنه هناك تنسيق مع الحكومة ومع الوزارة التخطيط. وأعتقد بأنه أيضا بخصوص بأن هذا الموضوع سيكون أيضا مسؤولية جهات مختلفة أخرى. هذا بحد ذاته هو تحد بخصوص استجابة الحكومة للنزوح واللجوء، وأيضا هذا بحاجة لتنسيق عمليات وخدمات الحماية ومراقبة وعمليات المراقبة والمساءلة وعمليات المناصرة. هذه الأنشطة هي مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني. وأحد المسؤوليات هي جمع البيانات، الحقائق، توثيق الصراع، وأيضا تحديد القدرة وقدرات مزودي الخدمة. في مثل هذه الحالات سيكون من الممكن تقييم ما الذي تستطيع أن تغطيه الحكومة، وما الذي يجب أن تقوم بتغطيته الـ NGOs. وبعد هذا سيكون مبنيا على مجموعة من الحقائق، وبعدها سيتم التنسيق بناء على هذه الأرضية. إذن على المستوى الوطني هناك مشاكل بالنسبة للجهود الانتقالية. فعلى المستوى الإقليمي هناك مشاكل التي حصلت حقيقة. ففي حالات الطوارئ مثلا، على سبيل المثال، في 2022 كان هناك تحدي على مجال الاندماج، وكان هناك تحديات مجتمعية أخرى حيث كان هناك الحركة النزوح الكبيرة. وهذه المشاكل الكبيرة تطلبت تدخل شركاء من الأمم المتحدة ومن أطراف أخرى. وبنفس الوقت فإن في المناطق والقطاع والأقاليم الشرقية والجنوبية كان هناك بعض أنظمة التنسيق، وهذه أنظمة التنسيق عملت مع بعضها الآخر للاستجابة للناس المتضررين. I would say that it's still a أود long way أن to go. أقول بأنه ما يزال أمامنا طريقا طويلا لنقطعه في تقديم التسهيلات التي تحتاجها أوكرانيا من أجل عمليات إخلاء المدنيين، لأن يعرفوا من أين أن يبدأوا أي عملية انتقالية. وأعتقد بأنه حان الوقت فعلا لعملية التخطيط لهذا. ولكن على المستوى الدولي نعتقد بأنه يجب أن يكون هناك هذا التنسيق منذ بداية التخطيط. وشكرا لكم. شكرا جزيلا ساشا، إنها رسالة مهمة جدا، حتى إنه كان من البكر جدا العملية الانتقالية، ولكنه الوقت اللازم من أجل بدء عملية التخطيط لهذه العملية الانتقالية. وشكرا لإعطائك هذه اللمحة العامة عن السياق في أوكرانيا. والآن أريد أن أنتقل الآن لرينا لتخبرنا أكثر عن الفلبين. شكرا لك جزيلا رينا
انضمامك لنا اليوم. إننا متحمسون للاستماع لوجهات نظرك ومخاوفكم التي دائما تأتي من سياقات الانتقالية، وكيف نستطيع حماية الحماية للمجموعات المضطهدة بالنسبة لمنع عمليات الحماية. ودائما كنا نسمع هذه التجارب المهمة التي سمعناها بخصوص أوكرانيا ووجود فاعلين كثير، أطراف فاعلة كثيرة. والآن هل ممكن أن تشاركي معنا من سياقكم، ما هي تحفظاتكم، ما هي حركاتكم في مجال الحماية للمجموعات المهمشة، ما الذي تقومون به في الفلبين؟ تفضلي. شكرا جزيلا لك كالين، عمتم أوقاتا جميعا على مختلف أماكن تواجدكم. قبل أن أناقش العمل، فإن لجنة حقوق الإنسان الأممية في الفلبين هي تعمل برعاية التجمع، لذلك أريد فقط أن أعطيكم سياقا عن بلدنا في الفلبين. في الفلبين لدينا الكثير من الكوارث الطبيعية التي تحدث، لأننا محاطون بالمسطحات المائية من عدة جهات، ونعمل على عدة جبهات في هذه البلد، ونعمل في حالات طوارئ مختلفة. دائما نرى هذه الكوارث وهذه الصراعات، دائما نعمل في سياق كارثي. ولكن ما الذي نقوم به عندما نقوم بالاستجابة؟ نحن وكالات إنسانية، ما نقوم به نعمل على الأقسام التعليم وأقسام أخرى، ننظم استجابتنا باعتماد وفق إدارة العمل، ونحاول الاعتماد على الأطراف العاملة في البلد، وحتى نعمل على التنسيق مع الحكومة. ولكن عندما تحصل الأمور الطارئة مثل حصول الكوارث، فالاستجابة الأساسية تكون من قبل الحكومة والمنظمات الغير حكومية. حاليا الفلبين، فإن تجمع الحماية تقوده الحكومة في الفلبين، وطبعا وهذا يتم تحت رعاية فريق الأممي في هذا الإطار، وأن الاستجابة دائما يتم تنسيقها وتنظيمها مع الحكومة وفق القانون العمل الإنساني الدولي. هناك بعض مساحات الحرية ولكنها مقتصرة على الحكومة، ولكن فقط في حالات الآليات الانتقالية بخصوص الأطراف العاملة الدولية. ولكن كيف نرى أن يتم قيادة هذا التجمع من قبل أطراف وطنية؟ يتم هذا من خلال رؤية شركائنا الدوليين، ولكن استجاباتنا الإنسانية يتم تحديدها وتنسيقها وطنيا وداخليا بالتعاون مع الحكومة. هذا التنسيق هو عملية أساسية، لأن تجمع الحماية كما نعرف هناك الكثير من قطاعات مهملة ومهمشة لا يتم رؤيتها دائما في الاستجابات التي توجهها الحكومة. هناك فقد للمعرفة في حقوق الإنسان بما يخص الاستجابة الإنسانية للمجتمعات، وهذا أين CHRP منظمتنا تعمل على عمليات المراقبة والتقييم والتنسيق بما يخص الأمور الإنسان في السياق الإنسانية. فمن تجربتنا، فإن CHRP تعتمد على مؤسسة حقوق الإنسان، وهي ملتزمة بقانون حقوق الإنسان في الفلبين، وتقوم ببعض الأنشطة التقريرية، فمجتمعات النازحين مقابل الأشخاص الأصليين، السكان الأصليين لبعض المناطق، وترى أيضا وتنظر في بعض المختلف القطاعات. نقوم ببعض الأنشطة المختصة بالمراقبة التي تختص بمراقبة الأعمال في مجال العمل الإنساني. نرى ما هي
الحاجات الإنسانية الأساسية لهم، فهناك حاجة أحيانا للطعام، حاجة للملاجئ والمآوي. فبعض هذه الأنشطة، أنشطة المراقبة والتقييم، تكون أيضا بالتعاون مع بعض الجهات الأممية. لذلك فإننا نقوم أيضا بالمناصرة لقانون حقوق الإنسان، مثل حماية الأشخاص النازحين داخليا، وأيضا نعمل لمناصرة هؤلاء الأشخاص الضعيفين والمهمشين، ونساعد المجتمعات بخصوص تقديم تقارير أو شكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل أساسي. فإننا نركز على تقديم المساعدات الإنسانية. الـ CHR في تعمل كمراقب لنضمن بأن تقديم هذه الخدمات، ونتأكد من أنه يتم سماع أصوات المجتمعات المحلية، ونتأكد من أن الاستجابة الحكومية هي ملائمة لهذه المناطق. لذلك فلماذا CHRP هي منظمة هامة؟ لأن آلياتها مع العمل مع الحكومة وقيادتها لآلية الاستجابة في حالات الطوارئ، فيجب أن يتم إعطاء أولوية وأهمية عظمى لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، فهناك حالات كثيرة حيث يكون هناك حالات طارئة، تنسى الحكومة أهمية حقوق الإنسان، حتى المجتمعات نفسها، حتى الناس نفسهم الناجون يجب أن يدركوا بأنها الأولوية هي لحقوق الإنسان، وهم يقومون بإهمال هذا أو التغاضي عن هذا. فلذلك نحن في CHRP دائما نقول بأن الحقوق الإنسان هي يجب أن تعطى الأهمية العظمى، وأنها هي مهم أن يتم تقديمها لهذه المجتمعات. ففي وجود الحماية في ظل اللجان الأممية للحماية، فإننا نضع آليات وأطر عمل فعالة لنعتمد عليها أثناء العمل. لذلك فإننا ندعم كل الطرق التي تؤدي إلى حماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي نوع من العنف، أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو أي نوع من أنواع الانتهاكات، ونقوم بتقديم شكاوى وتقارير بخصوص هذه الحالات للتجمع الحماية. لذلك هذا ما نقوم به. فحقوق الإنسان في مجال الاستجابة الإنسانية في بلدنا، أو ضمن القوانين وتحت مظلة التجمع الحماية والمظلة الأممية. مع هذا أريد أن أشكرك كايلين، أتمنى أنني قد شاركت شيئا ذو قيمة بالنسبة لكم. شكرا جزيلا رينا، شكرا جزيلا. أعتقد بأنه من المهم أن يكون لدينا وجهة النظر هذه، وأن نعرف أنه حتى في دول يتم تصنيفها بأنها لا تعاني من صراع، ولكن لديها بعض المشاكل الأخرى. فتحليل عالم العمل على مجال حقوق الإنسان، كيف تعمل المؤسسات والأطراف العاملة الأخرى، كما قلت يجب أن يكون هناك مراقبون مستقلون يعملون على مراقبة الخدمات التي يتم تقديمها. فهذه إضاءات مهمة بالنسبة لنا جميعا من مختلف أنحاء العالم، لذلك حيث نستطيع بهذه الطريقة أن نرى عبر الحكومات لنجد أين يمكن أن تكون بعض العاملين أكثر انخراطا في العمل في هذه العمليات الانتقالية هذه. لذلك شكرا جزيلا لك. زملائي، لدينا حوالي أقل من 30 دقيقة متبقية، وبعدها سننتقل. إذا كان لديكم أي إضافة أو تعليق، بفضلكم تفضلوا بإضافته. إذا لم يكن لديكم، نستطيع الانتقال إلى جلسة نقاش والإجابة على الأسئلة. وبينما أنتم تفكرون، أريد فقط أن أستغل الفرصة لأسأل سؤالاً لجميع المتحدثين اليوم. إذا كان لديكم فكرة واحدة، نصيحة واحدة بالنظر
النظر للمستقبل العمليات الانتقالية في هذا السياق، ماذا ممكن أن تنصحوا كل شخص، كل متحدث لديه دقيقتان للنظر على الأسئلة، ومن فضلكم ننظر الأسئلة بترتيبها، ولكن لديكم هذه دقيقتان لطرح هذا الإجابة على هذا السؤال. شكرا لطرح هذا السؤال. من وجهة نظري أعتقد بأن المنظمات غير الحكومية تلعب دورا مهما كبيرا، ويجب أن ندرك بأن هي التحديات والحاجات على الأرض، ويجب أن يكون لدينا فهم للسياسات الدولية. لذلك لأنه من المهم أن يكون هناك انخراط لكل هذه الأطراف في التخطيط. فأرى في أنه في ليبيا كان هناك انخراطا من الحكومة ومن الجهات الأخرى، وكان منذ البداية هناك هذا التنسيق بين مختلف هذه الأطراف في عملية التخطيط لهذه المرحلة الانتقالية. لذلك فإن هذه الصلة بين هذه الأطراف شملت الـ NGOs في مختلف مراحل العمل، في التخطيط، في التنفيذ. هذه أفضل توصية من جهتي، أن يكون هناك انخراط لكل الـ NGOs في عملية التخطيط. شكرا جزيلا ماتيو. أعتقد أن ما نستطيع أن نأخذه أنه على المستوى العالمي عندما نواجه هذه التحديات، وما قلته أنت وزملاؤنا الآخرون، أن الـ NGOs لديها مكان رسمي أكثر، أنهم لديهم دور أكبر ليلعبوه أجل بالتنسيق مع الحكومات أو بالعمل وفق بعض القوانين الدولية. لذلك نستطيع أن نرى أن كيف بعض الـ NGOs تستطيع أن تتابع في عملية تنفيذ التنسيق على الصعيد الإنساني. لذلك شكرا جزيلا لإثارة هذه النقطة. تيرر تفضلي. أجل من وجهة نظري ما الذي أستطيع أن أفكر به بالنسبة للمستقبل، أحد الموارد ليس بخصوص التمويل فقط ولكن أيضا على صعيد القوى البشرية، فإن عندما يتم تفعيل عملية المرحلة الانتقالية في العراق كان لدينا تلك الفرصة لأن نبقى هناك أطول. كنت هناك خلال هذه العملية الانتقالية وأن ألعب دورا مختلفا مع الـ UNHCR، وأن أنتقل إلى تلك المنصة وأن أدفع هذه المنصة للأمام بالتعاون مع الـ UNHCR. ولكن أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هناك موارد، أن يكون هناك فريق عمل لردم الفجوة لأجل المرحلة الانتقالية في العمل الملجأ للإنساني. أعتقد بأن هذا مهم جدا أخذه بعين الاعتبار. ونقطة أخرى أريد أن أضيفها كما ذكرت سابقا بخصوص التمويل، ومن أجل الـ NGOs والـ INGOs المنظمات الدولية، أعتقد أنه من المهم، أعتقد بأن هناك أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، بأن بعض الأمور الحماية تستمر، وبعض الشركاء على سبيل المثال في العراق ما زالوا في العراق وما زالوا يقدمون تقديم الخدمات، وما زالوا يقومون بعمليات التوثيق أيضا. ولذلك من المهم أن نستمر بعملية تمويلهم وأن نتابع معهم حتى في بعد مرحلة الانتقالية. وكم ذكر ساشا أيضا في حالة أوكرانيا، أعتقد بالتفكير بالمرحلة الانتقالية نفكر بها بمرحلة مبكرة، وأن نأخذها إلى مرحلة التوطين، أن تكون عملية وطنية ومحلية، وأن كيف نخطط، كيف نستطيع اتخاذ القرارات، وما الذي يجب أن نقوم به على صعيد قطاع العمل الإنساني وما بعد هذا، وتحديد ما هي البنية الإنسانية والبنية مجال الحماية التي يجب أن نركز عليها ونعمل وفقها. شكرا جزيلا تولي. متأكدة من أن ساشا لديه أفكار أخرى وأننا كيف نستطيع تفعيل هذا. شكرا جزيلا. كريستوف تفضل. Christoph, I think you might be muted. Christoph. Perfect. Okay, thanks. شكراً. I would say there are still, سأقول أنه ما يزال هناك بعض النقاط المعلقة التي لم نستطع التعامل معها بعد، ولكن بشكل عام بربطه مع مختلف المجتمعات بالحديث
again, there is a common link هناك رابط مشترك خاصة بعد الحماية فنمط الأثر، فإن الأثر الغير واضح والذي يمكن أن يحصل في المجتمعات عندما ينتقل الأشخاص، عندما ندمج الأشخاص، وعندما نحاول أن نعمل هذا نوع من التسوية بين مجموعات الناس، يكون لدينا هذا الشعور من أنه ربما هناك شيء ما فاتنا، ربما في أعتقد بأنه تم طرح كثير من الأفكار المهمة بهذا الموضوع بخصوص الأشخاص النازحين أو الأشخاص الذين نزحوا من قبل، وكيف يتم دمجهم وكيف يتم التعامل معهم. أعتقد بأن بخصوص الشعب العراقي، أعتقد بأنهم يستطيعون أن يجدوا طريقتهم وكيف يستطيعون المضي بهذا الموضوع وكيف يستطيعون الانتقال حول بغداد وفي المناطق المحيطة بها. في الحقيقة فإن الذهاب إلى ما وراء العمل الإنساني وأمر مهم أكيد، ولكن هناك شيء أساسي يجب أن يكون جزءاً من الالتزام الحكومة تجاه شعبها، ولكن أعتقد أنه خاصة في سياق العراقي فإن شيئا دائما يتم نسيانه لأن لم يحصل أحد على حل له بعد، بأن هذه المشاكل يجب أن توضع جانبا، بينما الجميع يتمنى بأن تتحسن الأوضاع، ولكن تبقى هناك الكثير من هذه المشاكل. الحماية موجودة على الطاولة. لا أعتقد بأن العاملين الإقليميين أنها مهمة العاملين الإقليميين، ولكن بالرغم من هذا فإن الحماية مجموعات الحماية أو فرق الحماية أو حتى منظمات المعنية بالحماية يجب أن تعنى بهذا الأمر. هذا جزء من في الحقيقة هذا جزء من تكرار المناصرة باستمرار، ويمكن أن يكون مهمة المدافعين عن حقوق الإنسان العراقيين. وأعتقد بأن هذا نقاش مختلف بخصوص العمل في المجال الإنساني. شكرا. شكرا جزيلا كريستوف. وحتى أنك تقول أنها ليس عمل منظمة إنسانية أو كتلة حماية، من المهم أن نفكر كيف نوجه أفكارنا من المراحل الأولى. وأعتقد أن هنالك هذه الجلسة في هذه الجلسات خلال هذين الأسبوعين لمنتدانا، كيف يمكننا أن نبحث في الحلول وندعم هذه الحلول. وبالتالي إن الحل ليس انتقال النازحين إلى مخيم آخر، وإنما إعادة إدماجهم في المجتمع وإعادة بناء حياتهم في ظل نظام إنساني مستقل. شكرا. كما ناقشنا في العراق كان هنالك عددا من عمليات الانتقالية، ومثلا إن عمليات انتقال الكتلة من ينبغي أن تنقل المسؤوليات من نظام الكتلة التقليدية للجهات الفاعلة الجديدة. وهنا نتحدث عن الانتقال، عملية انتقال لما نسميه الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام. وفي بعض الأحيان قد تجري العمليتان بالتوازي، ولكن في بعض الأحيان قد يصبح الوضع أكثر تعقيدا. أما فيما يتعلق الأمر بالانتقال إلى موضوع الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، ولا سيما في سياق تمويل أو تقلص
تقلص التمويل للمواضيع الإنسانية، وفي ظل وجود عدد من الاحتياجات الإنسانية، إذن علينا أن نركز على إنقاذ الحياة. وفي من ناحية أخرى، ما زال لدينا الاحتياجات التنموية، ولدينا الجهات المانحة التنموية التي توفر التمويل لهذا الغرض. وفي بعض الأحيان هنالك أيضا هذه الأنشطة المرتبطة بالصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وهنالك أيضا جهات تنموية غير مسؤولة عن هذا الموضوع. وبنظري نحن نناقش هذا الموضوع كثيرا في أوكرانيا اليوم، وحتى بالنسبة لتلك المنظمات التي تعمل تحت المظلة عينها، لنقل بريطانيا ومثلا المنظمات التنموية والمنظمات الإنسانية، ينبغي أن تنسق بين بعضها البعض أكثر، وبالتالي يمكنها أن تغطي هذه الاحتياجات التي لا يتم تغطيتها بسبب اختلاف الرؤوس. أما فيما يتعلق بالعملية الانتقالية، العملية الانتقالية لهذه الكتل، من المهم أن يكون لدينا توقعات عقلانية، وأن نفهم السياق، ولا سيما فيما يتعلق بالجهات الجهات المعنية، وأن نكون واقعيين، وأن نعطي المساحة والوقت لتطوير وتنمية العملية الانتقالية هذه. في الواقع ينبغي أيضا أن نركز على موضوع المساءلة، وهنالك العديد من العمليات الانتقالية التي تحدث لكي يتم الانتقال من شيء إلى شيء من دون أخذ في الاعتبار الاحتياجات، وبالتالي ينبغي إشراك الجهات المستفيدة في العملية الانتقالية هذه أيضا. شكرا، سأكتفي بهذا الحد. شكرا جزيلا ساشا، أعتقد أن ما قلته بغاية الأهمية، وأهمية إشراك المجتمعات أيضا في هذه المناقشات، وأن يكون هنالك نقاشا وحوارا مفتوحا معهم، وتهيئتهم لاتخاذ قراراتهم الخاصة لما يمكن أن يقوموا به فيما يتعلق بالتغيرات الممكنة، وأن يقدموا الإجابات، فهذا بغاية الأهمية. شكرا لأنك سلطت الضوء على هذا الموضوع. رينا تفضلي. شكرا جزيلا كيتلين. النصيحة التي يمكن أن أقدمها فيما يتعلق بالمأسسة وتبدأ بالاستجابة إلى موضوع التنمية، لذلك ينبغي مأسسة آليات حقوق الإنسان لكي تتمكن من العمل، القيام بالعمل الإنساني بشكل أكبر، لأن العمل الإنساني يمكن أن يتم بالتوازي مع عمل حقوق الإنسان. لذلك مؤسسات حقوق الإنسان ينبغي أن تكون وكالات مستقلة، ويمكن أيضا أن يكون مهام الحكومة أن تقيم، أو مهامها يمكن أن يكون مراجعة آليات استجابة الحكومة ومؤسسات حقوق الإنسان، كما أن مؤسسات حقوق الإنسان لديها مهام كبرى، وهي تسهيل الحوارات بين المواطنين والحكومة، إضافة إلى إحالة مواضيع الحماية لتمكين تقديم الحماية، وأيضا المطالبة بحقوق الأشخاص في ظل الأزمات والصراعات. وهنا نرى أن موضوع أو مواضيع الحماية يمكن أن يتم تغطيته من خلال مؤسسات حقوق الإنسان، ويمكن أن يتم ذلك حتى بدون كتل الحماية وزملاء، ويمكن أن يحصل ذلك
من خلال دعم المجتمعات، وعندما تقوم الكتل أيضا بدعم العمل الذي تقوم به هذه المؤسسات، مؤسسات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا رينا. من المهم جدا أيضا أن نركز على دور مؤسسات حقوق الإنسان ودور المنظمات المدنية في المشاركة في هذا الحوار وتسهيل الحوار. أعتقد أن مؤسسات حقوق الإنسان لا تلعب دورها ولا تؤدي دورها في ظل هذه السياقات. بقي لدينا 10 دقائق وهنالك الكثير من الأسئلة التي طرحت في خاصيات الشات والكيو أند إي، ولدينا عددا كبيرا من الأسئلة وهي ليست بالسهلة وإنما هي حساسة. إذن كيف نتعامل مع العمليات الانتقالية التي تحصل في الظروف الصعبة، وحيث نرى أن هنالك استعداد للمؤسسات الوطنية لأن تشترك في عملية الحماية وأن تتولى مسؤولية في سياقات هشة جدا. وقد نرى إذن تغيرات في ظل هذا السياق الذي قد يؤثر على نجاح العملية الانتقالية. وأعتقد هنالك أيضا أسئلة تتعلق بالأدوار المختلفة ووجهات النظر المختلفة، وكيف يمكننا أن ندعم عملية الانتقال الفعالة في سياقات قد لا تكون سياقات رائعة. أعتقد أن العديد منكم قد أجاب على هذه الأسئلة من خلال الأفكار التي تشاطرها معنا، ولكن بأننا لا نتحدث غالبا عن هذه المواضيع المتعلقة بالعمليات الانتقالية، وأعتقد أن العملية الانتقالية الفضلى قد لا تكون هي التي نتوقعها دائما. هل يريد أحدكم أن يجيب على هذه الأسئلة؟ وإلا يمكنني أيضا أن أشير إلى بعض الأسئلة الأخرى التي تم طرحها. هل يمكنني أن أجيب؟ أو ولا سيما فيما يتعلق من وجهة نظر الجهات المانحة، لا أعتقد أنه تمت أي عملية انتقالية في أي مكان في عمل رائع حيث كل شيء يجري بشكل رائع. كلا، هذا لم يحصل لأنه ولن يكون لدينا المبالغ الكافية من التمويل، ولن يكون لدينا السياسات الملائمة أو البرامج الملائمة للقيام بعملية انتقالية الناجحة. وبالتالي هذا موضوع يثير الاستفزاز، وفي الواقع نحن نعيش حالات صعبة جدا، وأعرف أن الوضع صعب جدا ومحزن جدا، وأعرف أن الأشخاص سوف يحاولون دعم عملية الانتقالية، ولا سيما أننا لا نتمكن من تلبية الاحتياجات كلها، وحيث ذلك ممكنا سوف نشترك في عملية الانتقال لهذه الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وسوف نحاول أيضا أن نعمل عن كثب مع المنظمات والجهات الأخرى المعنية. وحتى لو أننا اقترحنا خطة على 2 أو 3، فأنا أقترح من جديد أن تختار جهة مانحة قطاعاً واحداً وموضوعاً واحداً، ولكن في نهاية المطاف هذا قرار يعود لكل منظمة، وأن نحاول أن نقوم بعملية انتقالية كاملة تكون ناجحة، فهذا حلم. وبالتالي إن تمكنا من وضع إطار لأعمالنا وأهدافنا، عندها سنتمكن من تحقيق النجاح على مستوى العملية الانتقالية، وقد نتمكن أيضا من جذب اهتمام مركز أكثر على التنمية أو اهتمام الجهات
التي تركز على التنمية والمساعدة. شكرا جزيلا كريستوف. في الواقع أنت سلطت الضوء على هذا الواقع، وأعتقد أن العملية الانتقالية تكون عادة صعبة ومعقدة. ماثيو، أردت أن تشارك؟ نعم، أود أن أضيف إلى ما قاله كريستوف فيما يتعلق بليبيا. فإن الجهات الرسمية غير معنية بعملية تنسيق الحماية، أما فيما يتعلق بخلق مساحات آمنة لمجموعات التنسيق بين منظمات غير حكومية دولية ووكالات أممية تجري هذه مناقشات حساسة جدا. وأعتقد أنه ينبغي أن يكون هنالك تنسيق وأيضا قدرة لإجراء هذا التنسيق. إذن الوضع لا يتعلق فقط بخلق مساحة آمنة، ولكن ينبغي أيضا أن نضمن أن هذه المساحة يمكن أن تنوجد وأن تستمر عندما يكون ذلك ممكنا. شكرا رينا، تفضلي. شكرا لهذه الأفكار الرائعة من الزملاء. أود أن أضيف إلى هذا النقاش، ولا سيما فيما يتعلق ببناء العلاقات الجيدة مع الكتل والحكومة التي تضمن هذا الانتقال السلس، مع أن يتم توقيف عمل هذه الكتل. من المهم وفي سياق الفلبين أن يكون هنالك آلية بناء الثقة بين الكتل والحكومة عندما يتعلق الأمر بالعملية الانتقالية، ولكن هذه ليست بمهمة سهلة، ولا سيما عندما نرى أن الحكومة قد تتمكن من متابعة عمل ونجاحات هذه الكتل، غير أن عملية بناء الثقة قد تشكل فرصة لتوفير أو لبناء قدرات الحكومة لكي تتمكن من متابعة عمل هذه الكتل، كتل الحماية، وأيضا تقديم الفرصة للشعب لكي يثقوا بالحكومة. وما نراه هو أن الحكومة هي التي سوف تتابع استراتيجيات التنمية والحلول وتقديم الحلول لشعبها. وأعتقد أن القطاعات المختلفة المعنية في بهذه الكتل سيكون عملها هاما بالقيام ببناء الثقة، وأيضا عندما تتم عملية الانتقالية ويتم توقيف عمل الكتل. رشا، تفضل. I believe that it's very much important to أعتقد really just أنه بغاية الأهمية أن ننقل المعلومات المتعلقة بنظام الكتل، وأن نرفع مستوى الوعي قدر الإمكان، لأننا هنا مثلا عالقين في حالة أو أوضاع حيث لا نجد جهات تريد أن تتابع العمل. وأنا مدرك أن هذا ما يقوم به نظام هذه الكتل، لأننا نؤمن أن نظام الكلاستر أو الكتل تعمل لتوفير التمويل، وبعد ذلك يأتي موضوع التنسيق. إلى ذلك ينبغي أن يكون هنالك استراتيجية انتقالية أو استراتيجية خروج من اليوم الأول من إنشاء هذه الكتل، لأنه لدينا العديد من الأمثلة من حول العالم وقد تفيدنا هذه الأمثلة، وقد تم تحليلها. وأما عملية فهم السياق فهو أمر مختلف، ولكن ينبغي أن نقسم هذه المواضيع ونرى ما الذي يمكن تطبيقه، ولا نعيد اكتشاف الذرة كل مرة نريد أن نضع أو أن نخرج من استراتيجية. شكرا جزيلا ساشا، شكرا لهذه الأفكار. لنختتم جلستنا، من الواقع نحن بحاجة للتفكير باستراتيجية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجية خروج ومن البداية، وأن نتعلم من بعضنا البعض. أمل أن تكون هذه الجلسة اليوم قد ساعدتنا على فهم هذه المواضيع ونتعلم من بعضنا البعض. أود أن أشكر كل المتحدثين الذين انضموا إلينا اليوم وشاركونا خبراتهم، كانت هذه المناقشات مغنية جدا ونحن نقدر وقتكم وخبراتكم، شكرا جزيلا. إذن لن أحاول الآن اختصار أو تلخيص ما قمنا، ولكن
سوف نحاول أن نلتقط بعض هذه الأفكار كتابة، وسوف وأمل أن يكون لدينا الفرصة في بداية هذا العام أن نطلق نقاشا مع كتل الحماية الوطنية ومنسقي هذه الكتل لكي نحاول أيضا التعلم منهم، وأن أيضا كيف يمكن أن نستفيد من هذه النقاشات. أود أن أشكر زكيلتي إليز ريش التي ساعدتني في التحضير لجلسة اليوم، وشكرا لكل الذين انضموا إلى هذه الجلسة وسينضمون إلى الجلسات الأخرى في منتدى الحماية العالمي. شكرا لكم جزيلا، وأتمنى لكم نهاية نهار رائع. شكرا، إلى اللقاء.